السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أيها الأعزاء السائقون المهنيون في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا رضا الحسناوي الرئيس الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة. أرحب بكم في هذا البث المباشر مع خبر طالما انتظره السائقون المهنيون، يتعلق طبعا بالبطاقة المهنية التي طالما تحدثنا عنها كثيرا، طالبنا بمجانيتها، ناضلنا من أجلها. اليوم كان خبر بشأنها، فأرحب بكم وأتمنى من الإخوان اللي كيلتحقوا أنهم يبرتجوا الفيديو باش يوصل عند الأصدقاء ديالهم، لأن الموضوع يتعلق بفترة محدودة أو محددة للاستفادة من البطاقة المهنية مجاناً. ونقدر نضرب واحد طريقة أخرى ونقول بأن الباك اللي جابت الوزارة يعني فوق التوقعات حقيقة. السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر عمارة، طبعاً بمعية الطاقم التقني ديالو، التقنيين والإدارة والناس ديال المديرية ديال الطرق، الناس كانوا فوق المستوى، الناس فكرت مزيان وتعلمت من الأخطاء الآخرين وخرجت بقرار جد 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 مهم، وسيساعد إن شاء الله السائقين المهنيين، وغادي يساعد حتى في تنظيم هذه المهنة من بعد ما يتم تطبيق ديالها، لأن القرار كيخص جميع السائقين اللي عندهم رخصة السياقة وعاملين الفحص الطبي ديالهم، يعني لا فيزيت ديال العينين عاملينها من 2017 ل 2020، بمعنى الا عندك البيرمينتا فوقاش ما عملته، يا في 2019 يا في 2018، يا كان عندك بيرمي 2017، يا كان عندك بيرمي 2016، يا بيرمي ديال الرموك ولا بيرمي ديال الكار، هذا اللي كنتكلم اليوم. هاد البيرميات هادو فوقاش ما كان عملته، قديم جديد، المهم تكون انك تينا ملتزم كتبع الفحص الطبي ديالك كتعملو، غادي تستفد من البطاقه المهنيه مجانا. الاخوان راه اللي كيطلب الفلوس دابا، اللي كيطلب الفلوس دابا راه غير كيضحك عليكم من دابا فوق. ابارتير من اليوم، راه كنهضر من اليوم، هو البلاغ كيخدم من البارح. اللي كيطلب لكم الفلوس في البطاقه المهنيه قولوا له الله يعاون، راه كاين معاهد اخرى غادي تعملها مجانا صافي، وراه ابتداء من اليوم يمكن لكم تمشيو من المعاهد اللي كتشوفوها نتوما مناسبه لكم وكتسمعوا عليها مزيان وقريبه لكم، اولا في المدينه اللي كتخدموا فيها يمكن لكم تمشيو ليها وتنزلوا الطلب ديالكم وتاخذوا وتاخذوا التكوين الخاص بالبطاقه المهنيه باش تاخذوها مجانا. اذا شخصيا يعني وبعد المده ديال ما يزيد عن 8 سنوات يعني من المتابعه ديال هذا الملف هذا الذي يعني أرق السائقون المهنيين، أرى أن الوزارة كانت عند الوعد ديالها، وكانت حقيقة يعني أنا كنتشي كنتوقع هكذا. حين ناضلنا وأضربنا عن العمل وطالبنا واجتمعنا وعقدنا اجتماعات متكررة، كنت أقصى يعني التوقعات ديالي أنهم يعطيوا الناس البطاقة المهنية البرمي قبل 2018 ولا قبل 2014 وبشروط وبشهادة العمل وغير ذلك، ولكن الإدارة والوزير كان حكيم أنه عرف أن القطاع عندنا شبه عشوائي، أن القطاع يعني العمل فيه غير منتظم، وبأن العقود اللي كتجمع ما بين السائقين وما بين الباترونة ديالهم في غالبيتها يعني ما كيناش، وأغلبية ديال الباترونة عندهم يعني عربة وحدة ولا جوج ولا ثلاثة ما كيعطوش شهادة العمل للسائقين وغير ذلك. وبالتالي كان حكيم السيد الوزير في هذا القرار هذا وقال لك بلا شهادة العمل بلا حتى حاجة،
فقط يكون عندك البرمي وكتعمل الطباعة العينين ديالو، كتعمل الطباعة العينين الفحص الطبي اللي كنعرفو حنايا، وبالتالي غادي تاخذ البطاقة المهنية. إذا ابتداء من 15 شهر يعني من البارح يمكن لكم تمشيو وتسجلوا، ها يمكن لكم تمشيو وتسجلوا الطلب ديالكم وتاخذوا التكوين المهني، التكوين ديال البطاقة المهنية مجانا. وبدك التكوين تاخذوا واحد الشهادة من عند المعهد اللي غادي تنزلوها وتاخذوا عليها البطاقة المهنية. أهم حاجة هنا، أهم حاجة اللي هي المدة، راه شوف ما توقعوش في الخطأ اللي وقعوا فيه شحال هادي في 2010 و 2011 وبداو كيندموا عليه. أذكركم أنه في 2010 كانوا بعض الهيئات كتقوم السائقين ما تمشوش تعملوا البطاقة المهنية ما صالحة لكمش وغيره وغيره، وما مشاوش عملوها في ديك الفترة المحددة، وبالتالي شنو كانت النتيجة؟ ما خداوش البطاقة المهنية وبقاو كيبكيو ويشكيو يعني سنوات باش ياخدوها. الآن ما تفوتوش فرصة، دابا راه الوضع كيختلف على شحال هادي. الوزارة ما عادتكونش متسهلة، علاش؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة الآن، الخبر كينتشر بسرعة ماشي بحال شحال هادي. ولذلك عندك فترة من الآن، من اليوم إلى 31 دجنبر، إذا عندك شهرين ونص تكون في هذه الفترة هادي تسجلتي. ما تنتظرش دجنبر، سير غدا، سيروا تسجلوا غدا كلكم، سيروا ابتداء من غدا قصدوا المعاهد اللي كتشوفوها مزيانة وسيروا. الوزارة قالت بأن المعاهد اللي يمكن لكم تستفدوا منها واللي يمكن لكم تقروا هذا التكوين فيها هي اللي مرفقة مع البلاغ، وما بانش البلاغ شكون هذه المعاهد هذه، ولكن راه المعاهد معروفة وغادي تنشر الوزارة وراه كاينة موجودة في كل مدينة. وأذكر أن المعهد يكون معهد خاص أو معهد ديال التكوين المهني اللي تابع الدولة، المهم مشي وخذ البطاقة المهنية ديالك. حتى بالنسبة للناس اللي عندهم التجديد ديال صلاحية البطاقة، سمحوا لي تقطع، قلت بأن حتى الناس اللي عندهم البطاقة المهنية والتسلالة المدة الصلاحية ديالها أو لا غادي تسلالها في 31 دجنبر 2020 تاهما معنيين الآن يمشيو يتسجلوا. وشكون هاد الناس؟ ما كنهضروش على سائقين سيارة الأجرة، سائقين سيارة الأجرة غادي يكون عندهم بلاغ خاص وطريقة أخرى للاستفادة. الآن السائقين اللي كيتعلق بهم الأمر هو السائقين ديال الشاحنات وديال نقل الأشخاص، نقل البضائع ونقل الأشخاص هما المعنيين. هاد السائقين هادو ابتداء من اليوم يمشيو، عندهم شهرين ونص، وما تفكرش أن المدة شهرين ونص، راه النهار دغيا كيدوز، الشهر دغيا كيدوز، وراه يكون اكتضاد وكذا. بدا من اليوم، ما تخليش حتى تجي ولا تان سيمانه اللي ما جا ولا جوج سيمانات، على الباترون ديالك ومشي خذ الوريقات ديالك واعمل الطلب ديالك. كي تقطع هذا مهم. بالنسبه اللي غادي تدي معك في الطلب هو جوج ديال التصاور، فوتوكوبي ديال لاكارت، فوتوكوبي ديال البيرمي طبعا، السجل العدلي، الورقه من المحكمه ديال السجل العدلي، الورقه ديال حسن السيره عندك، وديك الورقه اللي كتثبت على انك فوتوكوبي منها مصادق عليه ديال لا فيزيت العينين اللي عملتي. صافي، اعيد، جوج تصاور، فوتوكوبي ديال لاكارت، فوتوكوبي ديال البيرمي، السجل العدلي، حسن السيره، وفوتوكوبي ديال الورقه اللي كتثبت عملتي الفحص الطبي فتره ما بين 2017 و 2020. كنظن واضحة. نعود مرة ثالثة، جوج ديال التصاور، فوتوكوبي ديال لاكارت، فوتوكوبي ديال البيرمي، السجل العدلي، حسن السيرة، و الفوتوكوبي ديال الورقة ديال فيزيت العينين ديال البيرمي ديالك من فوتوكوبي وغاليزيا. هادو هما الورق، كنظن في المتناول ديال الجميع. وإياكم أنكم تأجلوا ولا تشوفوا هذا وتقولوا من بعد، راه غادي تجي وما تلقاش بلاصتك. وراه شوف الوزارة هذه المرة هذه ما غادي تكونش متسهلة وما غادي تبقاش حتى النقل السياحي آخر، النقل السياحي راه تابع النقل الأشخاص. الوزارة راه ما تبقاش تفتح لك وتشد وتفتح وتشد وتعطيك فرصة ثانية وفرصة ثالثة، هذه هي الفرصة الأخيرة. ونكون انا واضح، بلا ما يجي شي واحد ويطلب الطلب ويقول لك راه ما كناش ولا الباترون ما خلانيش نوضوا نضلوا باش يفتحوا من جديد. انا بعدا ما نوضش في هذا الشيء. هذا الان كنقولوها وكنقولوا بارطاجيو هذا الفيديو
الله يجازيكم بخير. دابا الان اكثر من 200 واحد اللي كيتابع هذا الفيديو هذا، كل واحد يبارطاجيه باش يوصل عند السائقين الاخرون، باش ما يبقاوش يجيبوا سبه ويقولوا لا ما تسجلناش، ما كناش، ما عرفناش ولا شي حاجه. صافي، البرنامج ديال انيس السائقين الذي تبث اذاعه طنجه من الرباط، والذي يعده ويقدمه الاذاعي الخضير محمد بن طيب. هذا البرنامج حتى هو غادي ان شاء الله نرسلوه باش حتى هو يعطي الخبر الاثنين، وهكذا غادي يكون كلكم بخبركم. اذا ما تنتظروش. وبالنسبه للسؤال ديالك السي محمد السريدة، حنا في طنجه فين تنصحنا نمشيو؟ مرحبا، ديك الساعه ان شاء الله نشوفوا المكان، رانا انا نقدر ننصح به مباشره على الهواء، وايضا ننصح به عن طريق يعني اي واحد اتصل بيا. الحمد لله عندنا حنا تابعنا بزاف ديال المعايد، وعارفين المعايد اللي هما يعني يقدروا يكونوا سائق كما يجب. واذكر واحد الحاجه اخرى، شوف راه تكون مجانا ما تضيعوهش، بمعنى انك ما تمشيش تفتش على السهله، مشي تكون استافد، راه كاين قوانين جديده، راه كاين افكار جديده، كاين معلومات غادي تاخذوها من عند هاد المعاهد هادو. سيروا تكونوا صاحبي استافدوا، سيروا استافدوا، والتسجيل راه بدا من اليوم. غدا سر المعهد التكوين اللي شتيه مناسب، غدا مشي للمعهد اللي شتيه مناسب وتسجل فيه، راه مفتوح، وتاخذ التكوين مجانا وتاخذ الشهاده عليه، ومشي خذ البطاقه المهنيه ديالك. انا دابا غنسالي الفيديو، غنعيط نخي، غنقول له سير اخي ديالي، سير تسجل في المعهد فلان فلاني، سير اعمل البطاقه ديالك. صافي الاخوان، كاين شي سؤال؟ حتى هو ممكن السي العربي اللي عنده بيرمي عام ممكن ياخذ التكوين مجانا وياخذ بطاقه مهنيه مجانا، خصو يكون هو مادام هو طابع العينين، يعني عنده عام ان شاء الله طابع العينين. فهمت؟ البلاغ يا اخي في المغرب كامل، ماشي غير في طنجه او لا في شي مدينه، في المغرب كامل، في اي مدينه في المغرب غادي تمشي للمعهد اللي فيها وغادي تنزل التكوين. بالنسبه لمده التكوين، مده التكوين بلاتي راه رخصوها في شي 80 ساعه عوض 100 وكذا، كانت كنظن بلاتي نتذكر حيت البال راه مشغول بزاف، ولكن انا نعمل لكم فيديوهات اخرى، استناو نعمل لكم فيديوهات اخرين على هاد المده ديال التكوين ولا كذا. دابا اليوم غير الخبر احنا نشرنا لكم. انا باش نختم هاد الفيديو هذا، راه نهار كامل وحنا كنجريو، بغينا نمشيو عاود نرتاحو شويه. الخلاصه الان ابتداء من اليوم يمكن لكم تستفدوا من التكوين مجانا باش تاخذوا البطاقه المهنيه ديال نقل الاشخاص الدي بيرمي الدي، ونقل البضائع بيرمي السي وبيرمي الاو. صافي، من اليوم يمكن لكم تمشيو تسجلوا، اللي عنده البيرمي الدي واللي عنده السي واللي عنده الاو، خذ البطاقه اللي بغيتي، يا هذا الكار يا هذا الكاميون يا هذا الرموك. التكوين مجانا، كيفاش غادي تعمل باش تستافد؟ غادي تمشي معهد التكوين اللي في المدينه ديالك او اللي قريب ليك او اللي كتسمع عليه مزيان، مشي اعطيهم جوج تصاور، فوتوكوبي ديال البيرمي، فوتوكوبي ديال لاكارت، حسن السيره، السجل العدلي، وفوتوكوبي ديال طابعه العينين ديال فيزيت، فحص طبي. شكون اللي غيستافد؟ اي سائق عنده البيرمي ومطابع طابعه العينين ما بين 2017 و2020، وهذا كيعني انك عندك البيرمي في 2014، ولا عندك البيرمي في 2013، ولا عندك البيرمي في 2000، ولا في 1960، ولا البيرمي في 2020، ولا البيرمي في 2019 عفوا، غادي تمشي وغتستافد ما دام انك في الفتره بين 2017 و2020 هاد العامين الاخرانيه طبعتي لا فيزيت ديال العينين، كتعرفوها كاملين. صافي، اذا نتوما اللي غتستافدوا، اللي عنده البيرمي وطابع طابعة العينين، هيدا غنقول لكم، هيدا طابعة العينين لا فيزيت فحص طبي هاد العامين هادي طبعتيها، ماشي البيرمي عندك منزل وما طبعتيش هادي 5 سنين وخصك تستافد، لا خصك تستافد الا كنتي طبعتي طابعة العينين هاد العامين اللي فاتت. اذا صافي اخوتي، ابتداء من اليوم مشيو تسجلوا. الفترة ديال التسجيل راه قصيرة، راه الا طولتو
ما غاديش تستافدوا وغتمشيو تخلصوا 4000 و8000 درهم ديك الساعه وغتديو مخالفه. فهمنا؟ الفتره قصيره، سيروا تسجلوا دابا، واي معلومات غتاخذوها من عند المدير او من عند المسؤول ديال المعهد اللي غادي تمشيو تسجلوا فيه، صافي؟ ديو ديك الوريقات ومشيو تسجلوا. انا احذركم وانا كنقول لكم راه الا فاتت الفتره المحدده بلا ما تعيطوا ولا تقولوا افلان ولا علان، سيروا نضلوا وفتحوا لنا مجال من جديد. هذا اخر مجال واخر فرصه، فيها شراين اخر فرصه. وراه الوزير كان كريم والوزاره كانت كريمه، اقولها واكررها، كانت كريمه وحكيمه، وما عندي ما نقول زعما تبارك الله عليهم. كاع ديك الاجتماعات اللي عملنا معاهم وداك الشيء كامل عطى النتيجه ديالو وفهموه مزيان ونفذوه وفق المطالب ديالنا وفق المطالب ديال الطبقه هذه، ها، ونفذوه وفق الامكانيات ديال السائقين، وخذوا بعين الاعتبار الامكانيات ديال السائقين باش يعمل لك البيرمي واخا جديد تعمل تاخذ البطاقه المهنيه، وباش يقول لك بلا ما تجيب شهادة العمل جيب غير طبعة العينين انك تبعتي بيرمي، راه هادي فوق توقعات. هادشي اللي غنقول لكم. والاخوان بارطاجيو هاد الفيديو الله يجازيكم بخير باش حتى الاخوان اخرين يسوقوا الخبر، وان شاء الله انا رجع عندكم فيديو اخر وفيديو اخر حتى ندوزو هاد الشهرين هادي، يكون جميع السائقين المغاربة كلهم بالبطاقة المهنية، سائقين مهنيين طبعا. تحية لكم وإلى اللقاء.